وهنا أتوجه بالسؤال لدكتور مايا مرسي، حضرتك كرئيس للمجلس القومي للمرأة، خليني أسألك العلاقة بين هذا التمكين الاقتصادي للمرأة وضبط النمو السكاني أو معدل النمو السكاني، وبالتأكيد دور المجلس أيضا في خدمة هذا المشروع. فخامة السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكرام، تمكين المرأة والاستثمار في الفتيات هو أساس ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بس مش عايزين نحط العبء بتاع الزيادة فقط على المرأة، لأن المرأة جزء من المجتمع، وللأسف السيدات عما بنسألهم على الأرض بتخلفوا ليه كتير؟ عشان خايفين إن يتطلقوا، أو خايف لازم يبقى عندها الولد، والولد بالنسبة لها أمان وحماية داخل الأسرة. فعايزين بس نقول إن إحنا بنشتغل مع المرأة المصرية، بس مش عايزين نحملها عبء هذا العمل فقط. زيادة التمكين في هذا الإطار لازم نخليها مستمرة في التعليم، ما تخرجش من التعليم بدري، تنمية المهارات اللي ممكن تساعدها على خلق فرص عمل، دخولها لسوق العمل وعدم خروجها منه. فبننادي بالقطاع الخاص أن يجب حماية المرأة داخل هذا القطاع، فتستمر السيدة في الدخول في سوق العمل وعدم خروجها منه. الرعاية والصحة الإنجابية، وطبعا كما ذكر سيادة الرئيس القضاء على الزواج المبكر والقضاء على العنف ضد المرأة. البندين دول إذا كنا بنتكلم على حقوق إنسان بنتكلم على حقوق مجتمع، فأنا متأكدة أن في هذا العصر، عصر الذهبي للمرأة المصرية، سنقضي على الزواج المبكر وسنقضي على أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة تحت بإرادة سياسية حقيقية ونبعة من القلب. المجلس القومي للمرأة بيشتغل على محورين أساسيين. المحور الأول هو التمكين الاقتصادي، بنبدأ مع السيدات في القرى المستهدفة. أي سيدة ما عندهاش بطاقة رقم قومي بنطلع لها البطاقة، مستهدفين 500,000 بطاقة بالتعاون مع وزارة الداخلية. البند الثاني في التمكين الاقتصادي هو الشمول المالي. بنعمل مع البنك المركزي المصري، ولأول مرة في مصر انتقلنا من الصندوق الحديدي اللي كان بيتجمع فيه السيدات عشان تحوش وتدخر فتعمل مشروع متناهي الصغر، إلى تطبيق إلكتروني بتدخل فيه السيدات بتعديلات من البنك المركزي وتدريب ميسرات ماليات. أصبحوا النهاردة لأول مرة في مصر وكيلة مصرفية، فعندنا التطبيق الإلكتروني اللي احنا سميناه تحويشة عشان تشجع السيدات على الادخار، وبعد شوية بتعمل إقراض داخل المجموعة وتعمل مشروع صغير. كبرت المجموعة نقدر نوديهم لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكبر المشروع بتاعها. مستهدفين 1,200,000 سيدة ب60,000 مجموعة ادخارية. البند الثالث هو التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء. السيدات في القرى المستهدفة في المبادرة عندها المقدرة على عمل أنشطة بيئية كثيرة، يمكن مش هترصد على المستوى العالمي، ونقول إحنا داخلين في كوب 27، لو شفنا السيدات المصريات بتعمل كومبوست، بتعمل تدوير زيوت، بتعمل مشروعات بيئية، هنلاقي إن في معجزات بتحصل على الأرض، والسيدة المصرية الواعية تقدر تشتغل وتعمل وتدخر لمنزلها. مستهدفين 1,000,000 سيدة مصرية بإذن الله. المدخل الرابع وهو توفير مشاغل إنتاجية ووحدات إنتاجية وتدريبية. اللي حصل في الكوفيد وشفنا السيدات إزاي أنتجت الكمامات، وممكن إزاي نستغلها ونشتغل معاها عشان تنتج مستلزمات الطبية لوزارة الصحة، في تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لتوفير مشاغل داخل الوحدات التكاملية في المحافظات. هندرب السيدة، هتنتج المنتج اللي عايزاه وزارة الصحة، وبالتالي هيبقى فيه 75,000 فرصة عمل متوفرة في هذا النطاق. المجلس أيضا بيعمل على محور التوعية والتثقيف، وهننزل في كل المحافظات بجلسات دوار. جلسات دوار بالتعاون الكامل مع الأزهر الشريف، دار الإفتاء، الكنيسة المصرية، ووزارة الأوقاف. هبنشتغل بتدريب مع الشيوخ، القساوسة، الأئمة، الراهبات والواعظات، لتدريب 10,000 قيادة دينية على مستوى كل محافظة، على مستوى المحافظات. هينزلوا في دوار
زي دوار العمدة، هيتكلموا مع السيدات رجال وسيدات مستعدين للرد على الأسئلة، لأن هيبقى موجود في هذه الجلسة طبيب وطبيبة متخصصين، وأيضا قيادة طبيعية تقدر تعمل أريحية في الحوار. رحلة التوعية هتبقى 10 مليون مواطن ومواطنة. المدخل الثاني في التوعية هو الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. بنشتغل مع مدربين معتمدين من الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في مصر. لأول مرة هيبقى مجموعة مدربة بعناية فائقة هتنزل على الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. عايزين نقول للناس إن المباعدة كما ذكر سيادة الرئيس، الخلفة في الأول هتدي علاقة جيدة بين الرجل وزوجته، إنما كمان لما يحصل فيه مباعدة بين الأطفال بدي حق الطفل في التربية والتنشئة المتوازنة، ودي حق الأم في صحة جيدة في الخلفة التانية. والتقزم، السمنة، الأمراض المتوارثة بتقل كمان في حالات المباعدة. المدخل الأخير وهو الاستثمار في الفتاة المصرية. النهاردة طالما بنقول في عهد ذهبي للمرأة المصرية، احنا متأكدين أيضا أن عهد ذهبي للفتاة المصرية. هذا البرنامج سيتيح التدريب والتوعية للفتيات للوصول لمليون فتاة على التدريب على الصحة الإنجابية، التدريب على الحياة الاقتصادية، التدريب على المجتمع، خلق حوار بين الفتيات، لأن خلق الحوار بين الفتاة في السن الصغير ده هيخليها امرأة مصرية واعية في المستقبل. كل هذه الجهود بتتم مع بالشراكة مع المجموعة الزملاء الموجودين في المشروع وخارج المشروع أيضا، لأن التنسيق مهم جدا على الأرض لخلق بيئة واعية وخلق امرأة مصرية قوية بإذن الله. شكرا يا فندم. شكرا للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.